ارتفاع أسعار الوقود تبعاً للتدابير الجديدة التي جاء بها قانون المالية أنعش نشاط تركيب قارورات السير غاز طاقة نظيفة واقتصادية تلقى رواجاً هذه الأيام، وخاصة لدى أصحاب سيارات الأجرة. غاز ست سيارات في المؤسسة صحنا؟ طبعاً لدواعي اقتصادية وبيئية في آن واحد. من ناحية البيئية معروف أنه السير غاز أقل ضرراً من حيث التلوث، ومن حيث الناحية الاقتصادية راه فعلا اقتصادي. تقريبا الكيلومتر الواحد نمشيوه بدينار. قارورات الغاز السيارات بصفة عامة ماشي غير سيارات الأجرة، راهي كما كيقولوا شغل، راهي حالة كما كيقول الناس حبة كامل تركب. بالنسبة لسير غاز أنا جاب لي ربي حاجة مليحة، ماذا بيا أنا نمشي كما كيقولوا بأقل زومة. وبالنسبة للمحيط يعني المحيط انا مادامها كما كيقولوا الناس كامل على بالها ما عندهاش تاثير، والناس كامل استنتجت ملي ما عندهاش تاثير، ما جو بونس حاجه مليحه. حنا سير غاز هذا دوك مده عندنا 20 سنه ولا مركبه نخدم طاكسي ما فيهش تاثير. تهافت كبير عبر مختلف ولايات الوطن لتركيب قارورات سير غاز الذي وجد فيها المواطنون متنفسا ماليا، الا ان تركيب التجهيزات الخاصه بها تبقى مكلفة جدا. في ولاية سميلة نقصين هذو القراح هذو وغاليين كل شهر، ما راهما غاليين بزاف 6 مليون و600 قرعة بزاف، ونديروا لنا محطة هنا كيما نفطل عندها هنايا نورمال، ديرنا محطة للتركيب. الناس عندها إقبال كبير، يحوس الغلب ما كاش، راهم يحوسوا باه يركبوا الغلب. غالي 6 ملايين غالي بزاف، زايد السومة تاعو غالي بزاف 6 ملايين زايد، ومحطة التركيب ناقصين شوية، نورمال زيدنا محطة التركيب ما كانش ناقصين. ووسط كل هذا أعلن قبل فترة عن نظام جديد يمكن أصحاب المركبات التي تستعمل المازوت من تركيب قارورات السير غاز، حيث يوجد حاليا محطات مزودة بهذه التقنية وستدخل حيز الخدمة في المستقبل القريب.